صباح الخير. اليوم احنا بمشتل الرسول، تمام؟ هذا مشتل الرسول، وهذا الشارع مال علوة الطحين او المنتزه والاسواق المركزيه. هنا الاسواق المركزيه، هذه الاسواق المركزيه، تمام؟ وهاي العماره هو المشتل الاخير مقابل مال سيد سلمان. فتعالوا نسوي جوله سي سريعه على النباتات ونشوف شنو النباتات اللي موجوده عنده واللي ننصحكم بيها، تمام؟ فهذا اول شيء نخل الواشنطوني، هذا مازيني، يعني فقط مازيني. اكو بيه ثنائي واكو بيه احادي. المهم هي تصير قد شجره كلش كبيره، كلش حلوه، تتحمل وين ما كان تنزرع. وهذا الجوري السلطاني اللي احنا قلنا انه من شروطه انه الورده مالته تكون ورديه وعطريه وبيشوك، تمام؟ هسه هاي الاشواك باعوا لها، هاي الاشواك، هذا اللون الابيض نقطعها، شوفوا اللون الابيض هم بي عطر. طبعا هذا المشتل بصوره عامه تقريبا اسعاره مناسبه مقارنه ببقيه المشاتل، بس سلمان ما يقصر. احنا اليوم على اساس متفقين وياه نلقاه، بس ما موجود، طالع بشغل. هذا الجوري، وقلنا انه اذا تريد الزرعه ترى ما يتحمل شمس مباشره، يا اما تحت التول الاخضر، هذا الروكلين الاخضر، او تحت ظلال الاشجار، تمام؟ او توصل له شمس الصبح، تزرعه بمكان توصل له شمس الصبح قد ساعتين ثلاثه وكل شيء ما يريد عندك، ها هي سلامتك. وهذا هذا اللون الليلكي، واحد من الانواع التايلنديه الجديده، يصير وردي كلش فاتح، هذا كله جهنمي. وهاي اللي يسمونها العروسه، وينها العروسه؟ خلينا نشوفها. هاي العروسه اللي الاوراق مالتها تكون مبرقشه بهذا الشكل، وسبحان الله الورده مالتها تصير نصفين، نصف وردي ونصف ابيض، او وردي او ابيض او نصف، يعني هي تذب لك مجموعه. انا بالنسبه لي هاي كلش احبها، اللي يسمونها العروسة أو الجهنم المبرقش، وهي كلها من الأنواع الجديدة اللي دخلت للأعراض، التركي والتايلندي. أنا هذا الأصفر، واحتمال مقطع الفيديو يكون أكثر من جزء، فنحاول نقسمهن على أجزاء وننزلهن لكم حتى نحقق أكبر استفادة ممكنة. هاي الجهنم من تريد الزرعة، شوف انت دائما فكر بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات، شنو راح يصير حجم الشجره؟ شلون راح يصير شكل الشجره؟ هذا متسلق، ما يصير انت تزرعه بنص الحديقه، اذا تريد الزرعه شوفوا ذاك الحائط مثلا جنب الحائط حتى يشمر روحه من يكبر على الخارج، وهذا الكلام ينطبق على كل المتسلقات تقريبا. وبالاخص الجهنم. واذا تريد تزرع، ازرع الوان مختلفه، مثلا ازرع اصفر، ازرع ابيض، ازرع احمر، وحده بصف الثانيه، حتى من يكبر تمتزج الالوان ينطفئ شكل كلش حلو. هذا الانتران الخشن، تمام؟ هذا الانتران الخشن، هم نبات يتحمل وحلو ويعتبر من مغطيات التربه. وهذا الجوري الايراني اللي احنا يسمونه، اللي يسمونه جوري قطف، بعض هذا اللون شلون جميل، هاي جميلة وتكسر الخاطر، ويقولوا لي لا تقطع ورد، وانا كل ما اشوف وردة لازم اقطعها. والله هم بي عطر خفيف، هم بي عطر خفيف، هاي البيضة وهاي الوردية، هاي خدود البنات شايفينهم. اكو بعض البنات يخلن هذا التنت ما اعرف ايش، فيصير هيجي، فهذا اللون انا ما ادري اسميه خدود البنات، بعدو كيفكم. هاي الانتيكوما، والانتيكوما منافسة، ومنافسة جدا قوية للأكاسية، تمام؟ تميزها الورقة مالتها، هاي باعوا تكون مسننة الحواف، والأزهار مالتها هاي قدامكم، شوفوها شقد جميلة وتكسر الخاطر، تجنن، عبارة عن باقة من الأزهار البوقية. نشلع لكم واحدة حتى تكون واضحة الصورة قدامكم.
هاي الزهرة مالتها، بس هي ما تطلع زهرة زهرة وإنما تكون بشكل فول قطمر يعني باقة وبيها أزهار، والخضار مالتها كلش حلو وسريع أو تتحمل. هاي تنزرع، تقدر تزرعها بالحديقة خارج البيت، تقدر تزرعها بالحديقة داخل البيت وتصير شجرة كلش كبيرة. تمام، فهي المنافس الوحيد لجمال الأكاسيا، وتبقى وجهات نظر. اكو بيهم يحب الأكاسيا، اكو بيهم يحب الانتيكوما، اكو بيهم يزرعها الاثنيناتهم مثل انا هسه بالبيت زارع الأكاسيا وزارع التيكوما. وهذا الياس، هذا اكيد معروف عند الجميع، بس شفته مزهر شلوني ما اعرف وين، هسه هم اصور لكم اياه ازهاره. هذا الياس بس ما يتحمل، هذا ما يتحمل يعني ما يتحمل الزرعه بالشارع، اذا تريد الزرعه زرعه داخل البيت. ولو هي هاي الطريقه الكلاسيكيه اللي تسوي سياج من الياس، يعني اكل وشرب الدهر عليها. تصاميم هسه مودرن. هاي عطره الشاي، تمام، هاي تاخذ بالعنته هيك تخليها على الشاي. وطريقه الزراعه مالتها او المكان اللي توفره لها نصف ظلي او تجيها شمس الصباح قد ساعتين. تمام، هاي المينة، المينة الصفرة، نبات أنا كلش أحبه بس ما عندي حظ وياه، ما أدري جبت 18 شتلات صفر لي من عندهم اثنين يموت ليش ما أعرف، على الرغم قال روح بروحه. هذا الأجاف، هذا بالشمس بالفي يعيش، بس بالجنوب عندنا جنوب العراق، طبعا احنا بمحافظة ميسان، هذا المشتل محافظة ميسان العمارة، تمام، فبالجنوب ما يتحمل شمس عندنا، لان الشمس مالتنا ما ترحم، تطلع هي وجهالها، ما تطلع وحدها مثل الفرات الاوسط، مثل بغداد، شمال بغداد، فما يتحمل شمس. الزرع بمكان توصل لقد ساعتين ثلاثه شمس والباقي في، واقصد بها شمس الصبح، لان شمس الصبح تختلف عن شمس الظهر والعصر. هذا الجور السلطاني العطري، هاي اللي يعرفها من الورقه مالتها يكتب لنا بالتعليقات شنو اسمها. هاي الورقة مالتها وهذا الجذع مالتها، كتبوا لنا بالتعليقات خلينا نشوف معلوماتكم الزراعية شنو. هاي ما راح اقول اسمها، هاي اختها، هذا كله الجوري السلطاني، وهذا شوكة المسيح. هذا عندنا نوعين بيخلي نسولف لكم عليه، هذا اللي الوردة مالته خلينا نقطعها حتى نجيبها هنا لغرض المقارنة، اللي الوردة مالته كبيرة يسمونه مطعم، تمام، واللي الوردة مالته تكون ناعمة صغيرة مثل هاي، هذا يسمونه العراقي أو المحلي أو البلدي. ودائما النباتات بنقول محلي بلدي عراقي يعني يتحمل الأجواء، بس مو معناها أنه هذا النبات ما يتحمل الأجواء، لا، هم يتحمل الأجواء إذا وفرت له الظروف المناسبة، بس دائما البلدي يتحمل ظروف أكثر، يكون مقاوم أكثر. هذا نبات جلد النمر، تمام، داخلي خارجي يشتغل ما عنده مشكلة، بس إذا خارجي تخليه بمكان ظل، يريد بس إضاءة. وهذا الجامبو أو الشبح يسمونه، الورقة ما تصير عريضة، شوفوا ما شاء الله، ترى أنا إيدي خشنة، مو إيد ناعمة مو إيد معلمة، من يردون يضربون مثل بالإيد ناعمة لو خشنة قل له إيد معلمة، أنا إيدي مو إيد معلمة، إيد خشنة يعني. فشوفوا الورقة مالته ما شاء الله، هذا الجامبو، هذا هم جهنمي، كله جهنمي. احنا نحاول نغطي اكبر عدد ممكن من النباتات. هذا الاجاف اللي صورناه هنا قلنا لكم، وهاي الالوفيرا هي مقاربة للاجاف من ناحية العناية، طبعا ما يحبون السقي، النباتات الصبارية ما تحب السقي ونموها ضعيف، لازم تصبر عليها. النباتات بصورة عامة كلها النمو مالتها ضعيف، أما الصباريات فأنت لازم تصبر صبرين. هاي الأليفيرا قلنا شمس الصبح قد ساعتين ووراها ظل، ما تتحمل شمس مباشرة. شوفوا هاي ما شاء الله اللي ياخذها هسه، ما راح ياخذ شتلة وحدة، راح ياخذ هاي، خلنا نطلعها، راح ياخذ هاي وراح ياخذ هاي شتلة، وهاي شتلة من هنا، هاي شتلة وهاي شتلة وهاي شتلة. وطريقة التكاثر مالتها هي هاي بناتها الخلفات اللي طالعين جواها، مجرد انه يحفر
هو يفصل الجذور مالتها او انت بس تسحبها هي راح تنفصل الجذور مالتها عن الجذور الام وتزرعها بسندانه مستقله وصار عندك نبات الوفيرا مستقل. فانت من تجي للمشتل حاول تركز على هيك اشجار او هيك شتلات. اذا تاخذ هاي شتله وحده هاي وحده ومزروعه بسندانه، بس هاي لا، هاي وحده، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، واكو بلابيل بنات هذني صغار جواها هواي. فهاي المعلومه دائما استفادوا من عندها. النبات من تريد تشتري اطلع عليه شوفه اقتنع به بعدين اشتري.